السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى. اليوم معنا المحاضرة رقم 7 ضمن مادة الجيولوجي. حنتكلم احنا السابق وتناولنا بالمحاضرة رقم 6 نوهنا على انه اكو فحوصات مؤشر للبروبرتيز الخاص بالسويل. قلنا واحد منعتهن الووتر، يعني هاي اللي تناولناهن، وايضا واحد منعتهن الووتر كونتينت والسبيسيفيك جرافيتي واليونت ويت. احنا قلنا ان راح تاخذوهن الثالثة الأولى والثانية وذن الأوفن دراي المجرمنت غيرها ضمن الاندكس، الاندكس بروبرتيز هاي نمبر 1 تحتاج تقرا لياهن، والتو الووتر كونتينت ديترمينيشن والسبيسيفيك جرافيتي واليونت ويت، ذن تعداد تقراهن. بس كتفصيل راح ندخل فقط بالووتر كونتينت ديترمينيشن اللي حنتناوله بهاي المحاضرة، محاضرة رقم 7 تمام، اسمها السويل مويستر كونتينت، يعني المحتوى الرطوبي تمام. فهسه السويل او الووتر او يسمونه المويستر كونتينت، المحتوى الرطوبي الخاص بهاي التربه، شلون اقيم انا محتواها الرطوبه؟ هل هي رطبه؟ لا تحتفظ بالماء ما تحتفظ؟ فهاي الطريقه هاي بالمناسبه المختبر نقدر نجريه بالحقل. الميثود ديسكريبت توصف هاو ديترماين ذا لابورتري بالمختبر المويستر كونتينت، محتوى الرطوبه الخاص مو شرط فقط بالتربه، بالتربه بالصخر تمام عيني والمواد المشابهة لها كبيرسنتج، أهم شيء تنتبه لهاي كنسبة مئوية تمام عيني. هذا التعريف ما مطلوب عندك كتعريف، بس مجرد أنه تعرف أنه هذا شنو معناه المحتوى الرطوبي أو الماء أو محتوى الماء أو المحتوى الرطوبي. الثيوريتيكال برزنتيشن هاي تحكي عن الثيورية الخاصة من أنه شون تكون عندك الووتر كونتينت أوف سويل سامبل، وهو عبارة عن برسنتج راح تحسبه أنت للويت أوف فري أور بوروس ووتر تمام عيني، and the weight of the solid material that the presences راح يبين لك أنه soil pour is important، لها تأثير كذلك على خواص هذه التربة وتصرفاتها والإنفلونس إكسترنال لود. هاي إن شاء الله راح تتناولها بالمرحلة الثالثة من راح تعرف أنواع الفحوصات اللي حتجريها للمقاومة الخاصة بالتربة، الشير سترينث إكسترنال تنسايل أنيثينج، فهاي راح تأثر عليها. فأنت هسه اليوم راح تتعلم بشكل مبدئي وأولي أنه أول فحص تجريه هو الووتر كونتينت. المعدات اللازمة هي عندك اوفن فرن او يسمونه ثيرموستاتيكالي كنترولد دراي اوفن، وكذلك بالانس اند الومنيوم كانس، يعني شلون وعاء نخزن نضع به العينه، وعاء تجفيف وديستكتيتر تمام عيني، وميزان، ميزان حساس. هذن المحتويات الثلاثه انا حطيت لك صوره حتى يكون واضحه امامك تمام. هذا السمبل برزنتيشن ميثود هاي يعني مجرد بس حتى تعرفها. اهم شيء احنا تصنيفنا عليها طريقه الاشتو الطريقه الامريكيه، بس هذا الدك هاي الستيب بروسيجر ان نجريهن بالمختبر ما مطلوبات من عندك حفظ، مجرد تطلع عليهم انه نوزن الوعاء وهو فارغ، الكونتينر الدور يسمونه دراي كونتينر اخذ له وزن هو فارغ، بعدين اضع به العينه اخذ وزنه زائد وزن العينه الرطبه اضعها بالفرن مدة 24 ساعة مو أكثر، لأن إذا زادت راح تنحرق المواد العضوية اللي هي مكون ضمن التربة، وإذا قلت فيعني لازم 24 ساعة لك على درجة حرارة كذا معينة، بعدين ناخذ وزنه. تقروا لي هذا القانون الكالكوليشن اند ريزلت، هذا القانون الووتر كونتينت أو المويستر كونتينت، قلنا نتجه كنسبة مئوية بيرسنتج هو عبارة عن الوزن الأول ناقص الوزن الثاني على الوزن الثاني ناقص وزن الكونتينر في 100%. شنو معنى ال W ويمها بيرسنت؟ معناها الووتر كونتينت او المويستر كونتينت تمام. هالشكل تحسب اياها. الدبليو 1 معناها الويت اوف كونتينر زائد الويت سمبل، يعني الاثنيناتهم. نجي الدبليو 2 الويت اوف كونتينر زائد الدراي سمبل، هاي شنو معناها الاول؟ هذا معناه انه انت عندك وعاء مالي بالتربه الرطبه اللي جبتها من الحقل واخذت وزنها السويه. هذا الثاني هذا الوزن اللي هو weight of container زائد dry sample، هذا ورا ما خليته بالفرن 24 ساعة طلعته تاخذ وزنه يسمونه W2، وهذا WC هذا وزن الكونتينر فارغ بدون أي تربة. هنا ذن الأوزان الثلاثة تحتاجهم تمام عيني. إذا عندك هاي توفرت تقدر تحسب المويستر كونتينت أو الووتر كونتينت. بالامتحان أنا شرح أجيب لك، ما أجيب لك عينة واحدة، أجيب لك عينتين أو ثلاث عينات وأعطيك وزنهم فارغ
وزن العينه الرطبه زائد وزن العينه وانطيك وزن فطلع لي هالشكل نسبه الرطوبه تمام او الرطوبه النسبيه. ايش اجيب لك من يعني هالشكل؟ اقول لك ناقش لي نسبه الهيوميديتي بيرسنتج تمام، او شنو الاشياء اللي يعني الدس اللي تزيد لك الانكريز بالسويل مويستشر اندكت مؤشر او ديسكس ذا ريزلت تمام. يعني هاي ممكن اسئله انا اجيب لك اياها او اطرح لك اياها ضمن العينات، انطيك فد عينتين او ثلاثه تحسب لي الاولى مثلا نسبه الرطوبه مالتها 50% الثانيه 70% تمام، فتناقش لي اياها شو تبين لي اياها شلون تفسر لي اياها بشكل تفسير جدا بسيط ما راح احاسبك عليه. انت بعدك مثل ما نقول تاخذ برنسبل بموضوع الجيولوجي والسويل ميكانيك، فهالشكل تجيك الـ الـ يعني الـ الموضوع على هذا يعني على هذا مثل ما نقول الووتر كونتنت وشلون طريقه الفحص اللي خاصه بي. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. بالمناسبه ما اعطيتكم هنا سؤال لانه هو السؤال كلش واضح، اجيب لك ووتر كونتنت والمطلوب ايضا حساب الووتر كونتنت، بس انت اهم شيء هذا القانون مثل ما سبق وتناولناه تحفظه باللغه الانجليزيه تمام. الجدول راح اجيب لك اياه بالامتحان، راح اجيب لك اياه باللغه الانجليزيه ما اجيبه بالعربي. فمن هذا احد يقول رقم العينه سمبل مثلا نمبر وزن الوعاء فارغ اللي هو شنو هذا اسمه الامبتي كونتينر ويت هذا هالشكل هذا الدبليو سي احط لك اياه هنا مكان ما اجيب لك وزن الوعاء فارغ. نجي وزن الوعاء زائد العينه الرطبه ما اجيب لك دبليو 1 اجيب لك هالشكل weight of container زائد weight sample كون انت تحفظ هذا الشيء مثل لك الدور اجيب لك weight of container زائد dry sample هالشكل انطك اياه هنا انت تطلع لي percentage moisture content او percentage water content. محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله. وبالمناسبة المعدل النهائي شلون تطلعه؟ مو عندك ثلاث مثلا كم من رطوبة واحدة اثنين ثلاثة خمسة مجموعهن على عرفها تطلع المعدل لنسبة الرطوبة للعينة ككل تمام، يطلع لك هنا رقم واحد تجده. إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرات القادمة، وإذا أحد عنده سؤال أو استفسار يقدر راسلني على القناة. دمتم بأمان الله وحفظه.